ما مستقبل الصراع السوداني بعد قمة القاهرة؟ نقطة حوار بعد قليل. بدأت أعمال قمة دول جوار السودان في القاهرة وانتهت سريعا، لكن مخرجاتها لاقت ترحيبا من طرفي الصراع ومن دول الجوار على حد سواء. الخطوط العريضة لا تبدو بعيدة كثيرا عن مطالب المبادرات السابقة، التأكيد على احترام وحدة وسيادة السودان وأرضه، الدعوة إلى حوار جامع بعيدا عن التدخلات الخارجية، التوافق على أهمية إيجاد وحماية ممرات آمنة لمرور المساعدات الإنسانية، والأهم تأسيس آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار. الجيش والدعم السريع كلاهما رحب بمخرجات القمة. ما التالي إذن؟ هذه نقطة حوار جديدة. أنا محمد عبد الحميد، وسائل الاتصال هي المعتادة على الهاتف 00442038752989، على bbcarabic.com، صفحات نقطة حوار في فيسبوك وتويتر، أو صفحة الشخصية على تويتر @mabdulhamidbbc. دعونا نبدأ بنظرة سريعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل الكثيرون من متابعينا مع نقاش اليوم، وتباينت بالمناسبة آراء المعلقين في محاولة لبحث قمة دول جوار السودان التي استضافتها القاهرة وفرص نجاحها. هشام مثلا يرى أن الفرصة سانحة للوصول إلى توافق نظرا للمعاناة التي يتكبدها الشعب السوداني ولعدم قدرة أي طرف على حسم الصراع، وبالنسبة لهشام القمة هي بداية جيدة لحل الأزمة. في المقابل محمد له هو الآخر رأي في حديث اليوم، و للأسف يرى أن قمة مصر لن تنجح في إنهاء الصراع، ويرى أن هناك طرف لا يعرف غير منطق القوة والحرب، ويتأسف معتقدا أن المبادرة المصرية ستفشل كما فشل غيرها. هذه عينة فقط من الآراء التي وصلت إلى فريق البرنامج، لكن دائما تستطيعون أن ترسلوا الآراء الجديدة، وفريق نقطة حوار ملتزم بنشرها جميعا. سنتعرف على بعضها لاحقا خلال البرنامج، لكن أريد أن أرحب بمجموعة من متابعينا على زوم كذلك معي، بداية الفاتح وطارق، لكن لاحقا سينضم إلي متابعين آخرين على زوم. أرجوكم اسمحوا لي أن أرحب كذلك بضيفي عبر خدمة زوم من هنا من لندن، الأستاذ عمران عبد الله، عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع. يا سيد عمران، أهلا وسهلا بحضرتك. الموقف المبدئي للدعم السريع هو الترحيب بقمة القاهرة بشكل أو بآخر، لكن هل هناك أي تحفظات على المخرجات؟ يعني سمعنا بعض التصريحات من بعض أعضاء الدعم السريع توحي بأن هناك تحفظات ما على ما خرجت به القمة. طيب، في البداية السلام عليكم ورحمة الله. التحية لك ولكل مشاهديك. أولا كما أسلفت، نحن أيضا رحبنا بهذه المبادرة كما رحبنا بسابقاتها من المبادرات. نحن كدعم سريع كل المبادرات بالنسبة لنا يعني واحد، وكلها تصب في معين واحد، وهو الهدف الأساسي في وقف نزيف الحرب. كل ما من شأنه أن يوقف هذه الحرب نحن ندعمه ونقف معه. فبالتالي نحن وقفنا مع كل المبادرات السابقة، لكن للأسف الطرف الثاني أو الثالث بشقيهما اللي هو الجيش والذين اختطفوا قرار الجيش هم الذين تسببوا في استمرار هذه الحرب. والآن نحن جئنا لهذه المبادرة، أيضا نحن موقفنا واحد نرحب بها ونتمنى أن تنجح، ومخاوفنا ستظل قائمة لأننا نؤمن تماما وكل الدلائل تؤكد ذلك أن القرار الآن ليس بقرار بيد الجيش، قرار الجيش مختطف في جهة مختطفة القرار، نظام حلول النظام السابق. إذا لم تكن هنالك يعني مواجهة قوية، وقفة قوية من شرفاء والشعب المسلحة ومحاربة هؤلاء الذين اختطفوا قرار الجيش، فيصعب. هذه هي تحفظاتنا،
لأن كل التجارب السابقة أكدت لنا أن الجيش ليس بيده شيء. بس هذه ليست تحفظات إطلاقاً يا أستاذ عمران، هذه تشكيك في نوايا الطرف الآخر، وهنا الأمر مختلف. أتصور تحفظات تعني أن الإعلان النهائي لديكم رغبة في تغيير بعض البنود، لكن ما تقوله ينسف أي محاولة للوساطة بين الطرفين. لا لا، ليس كذلك. نحن يعني حتى في بالنسبه لنا للآلية نفسها نحن رحبنا بها صراحه، وليس لدينا ان كانت هنالك تحفظات فنحن ننتظر، نحكم على الاشياء بنتائجها. لا، اي تحفظاتنا ممكن نحتفظ بها حتى الان، لكن ننظر النتائج، ماذا تبدي هذه المبادره، هل ستكون كسابقاتها ام لا. هنالك شيء اخر حذر الكثير من عدم رغبه ان لا يكون هنالك تدخل اجنبي. أنا لا أدري ماذا تعني هذه الكلمة تدخل أجنبي، هل يا ترى مبادرة جدة تعتبر تدخل أجنبي أو مبادرة أثيوبيا تعتبر تدخل أجنبي؟ بالنسبة لنا هذا ليس تدخل أجنبي، التدخل يكون بقوة السلاح، لكن أي إنسان أراد أن يقدم شيء للسودان فنحن نرحب به من أي مكان كان، ما دام هو أخ لنا في يعني الإنسانية. ما طرح عن طريق الإيجاد مثلا، هل كان تدخل أجنبي من وجهة نظرك ولا لا؟ بالنسبة لنا ليس تدخل أجنبي، لكن حتى فكرة نشر قوات عسكرية في محاولة لحفظ السلام هذا ليس تدخل أجنبي، هذا مقبول. مقبول بالنسبه لنا نحن، لان ليست هنالك اليه، ليست هنالك اليه للمراقبه. الشعب السوداني يموت ليل نهار، الدماء تهدر، ممتلكاته تهدر تدمير. اليوم انا اتحدث معك اليوم صباح اليوم، يعني كانت في معركه ضاريه جدا في منطقه بحري، يعني تم قتل فيها اكثر من 1000 من الجنود، قتل 3 ضباط، 2 لواء، 1 عميد واسري عميد. السيارات التي تم الاستيلاء عليها من قبل قوات الدعم السريع اكثر من 130 عربي بحاله جيده، تم تدمير المحرك باكمله. نحن ننتصر في الساحه، لكن الالم يعتصرنا. هذا طيب. هدر الاموال، هذه اموال سودانيه، هؤلاء الذين الشباب الذين يموتون هم من ابناء هذا الوطن. طيب من انا بس هو ما تفضلت وذكرته حضرتك عن طبيعه المواجهات والارقام اللي حصلت بها القتلى، طبعا هذا على عهدتك لانه لا نستطيع ان نتحقق ونحن على الهواء الان من هذه الارقام من الطرف الاخر، لكن من المؤكد أن هناك مواجهات ما بين الجانبين لم تتوقف رغم قمة القاهرة، ولا أعلم هل يؤثر ذلك على فرص نجاح القمة ولا لا. عموما أنا أريد أن أذهب إلى الخرطوم، إلى زوم، عبر زوم معي من هناك من الخرطوم الأستاذ طارق بابكر. أستاذ طارق أهلا وسهلا، رغم القمة هناك مواجهات، والأرقام التي ذكرها الأستاذ عمران أيا كانت دقيقة ولا لا كما ذكرت هي روايته، لكن المؤكد أن هناك مواجهات قوية جدا ما زالت موجودة ما بين الطرفين، هل يضعف ذلك قمة القاهرة ومخرجاتها؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. تحية لك ولضيوفك الكرام، والتحية للشعب السوداني الصابر، وأترحم في افتتاح فرصتي على ضحايا غرب دارفور منطقة الجنينة، جريمة الحرب الكبرى التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بإبادتها للأطفال والشيوخ والنساء، حتى النساء الحوامل، والإلقاء بهم في مقابر جماعية. هذا الحادث الشنيع الذي هز الإنسانية والذي حرك المنظمات وحرك الأمم المتحدة وحرك محكمة جنائية. ثم أتحسر على الشعب السوداني الكريم الذي يعاني من ويلات هذه ميليشيا المجرمة في العاصمة القومية السودان. أدلج إلى القمة وهي قمة دول الجوار، كلكم كما تابعتم قد سبقتها قمة الإيجاد في أديس أبابا. تلك المنظمة التي أقامت القمة في الإيجاد، منظمة الإيجاد التي أقامت القمة في أديس، كانت منظمة للحقيقة لم تعبر عن مشكلة السودان، وحتى الدول الأربعة اللي كانت مدعوة قاطعت منها سنتين ولم تعبر عن مشكلة السودان، واتخذت تصريحات إعلامية مستفزة
للحكومة السودانية وللقوات المسلحة السودانية وللشعب السوداني. فكان نتيجة لهذا أنها كتبت على نفسها الموت قبل أن ترى النور، أو قبل أن تعرض على الشعب السوداني وحكومته وقواته المسلحة. فجاءت قمة القاهرة. قمة القاهرة للمفارقة أتت من 7 دول هي في الحقيقة الدول المعنية مباشرة بالشأن السوداني، لأنه يؤثر عليها سلبا وإيجابا، يؤثر عليها سلما وحربا، يؤثر عليها في الاقتصاد، في الأمان، في كل شيء. طب نظريا هذا جيد يا أستاذ طارق، لكن أنت تتحدث من الخرطوم وأدرى مني أن المواجهات مستمرة اليوم صبيحة القمة، وبالتالي ألا يطعن ذلك بشكل مباشر في فعاليتها؟ نعم، القمة انتهت، لو يعني أنت متابع طبعا، هي انتهت أمس. طيب. وأنتجت آلية وزارية ستنعقد في تشاد، لكن ما حدث اليوم في الخرطوم هو شيء طبيعي، لأن هذه الميليشيا أصلا لم تكن تلتزم بالهدن، لا في جدة ولا القاهرة ولا غيرها، لأنها أصلا تستهدف القوات المسلحة وتستهدف المواطنين في الأحياء. سمعت مستشار قائد قوات الدعم السريع قبل قليل يتحدث عن أرقام فلكية، أنهم قتلوا 1000 من القوات المسلحة، وأنهم هذا كذب وهذا تضخيم، هذا كذب وهذا تضخيم. طبعا هو يريد أن ينشر، وهم اعتادوا على الكذب واعتادوا على التدليس في 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 في, في كل ما يقولون. حتى الجنينة ارتكبوا أبشع جريمة إنسانية في الجنينة ونكروها. والي غربي دارفور الشهيد خميس أبو بكر قتل، والفيديوهات كلها أثبتت أنه قتل داخل مكتب غائط قوات الدعم السريع، فخرجوا ونكروه وقالوا هؤلاء لسنا نحن، فهم يعتادون على الكذب. أنا طبعا بعيدا عن الاتهامات يا أستاذ طارق، لأنه من الصعب جدا أن نتحقق في اتهامات خطيرة كتلك. طبعا الدعم السريع نفى تماما المسؤولية عن ما حدث في الجنينة في بيانات كثيرة متلاحقة، بالرغم من أن الاتهامات كانت من جهات أممية، حتى التحقق من هذه الاتهامات ليس مجاله الآن أو حديثنا المباشر بالتأكيد، لأنه سيحتاج إلى لجان تحقيق مكثفة. لكن هذه الصيغة أو الصبغة من الحديث يا أستاذ عمران، هل تعتقد أنها تترك مجال للتوافق ما بين الطرفين في هذه الحالة؟ إذا كان لدينا مواجهات مباشرة على الأرض الآن، أي شكل من آليات التنفيذ تستطيع قمة القاهرة أن توفرها وتضمن التزام كل طرف بتطبيق فعاليات القمة؟ لأن الاتهامات ما بينكم متبادلة. أنا تمنيت اتفاقية قمة القاهرة لو راعت إيقاف نزيف الدماء في المقام الأول. حتى هي لم تبادر بهدنة، ليتها بادرت بهدنة من يوم أمس، لأن هنالك دماء تسفك اليوم. أنا أتحدث لك بالأرقام، ألاف المئات الأرواح قد سفكت اليوم، مئات الآليات قد تم تدميرها. لماذا القاهرة لم تراعي هذا وتضع أقلها هدنة لإيقاف هذه الحرب؟ ومن ثم القاهرة وضعت هدنة يا أستاذ عمران، أنتم لا تلتزمون بها، وأعني أنتم ليس فقط الدعم السريع، الطرفان لا يلتزمان بأي نوع من أنواع الهدن. فحتى إذا فرضتها قمة القاهرة، ما الجدوى منها إذا كان أصحاب الشأن لا يلتزمون؟ لذلك نحن طالبنا بأن يكون هنالك رقابة. لماذا يرفضون الرقابة؟ لماذا يرفضون أي رقابة يسمونها تدخل أجنبي؟ ليس هذا التدخل أجنبي. مش كان في رقابة في السابق في مسار جدة، وأيضا استمرت المواجهات. ليست هنالك رقابة فعالة. لا بد من أن تكون هنالك قوات في الميدان تراعي وتحاسب. لا بد من أن يكون هناك حظر للطيران، لا يمنع الطيران، يمنع الضرب المدفعي. كيف تكون الرقابة والمدفعية شغالة والطيران شغال؟ هذا عبث السيد الفاضل، وهذا يدفع قيمته الشعب السوداني. لذلك تحفظاتنا ستظل قائمة، والنتائج نحن نحكم بالنتائج. ما يهمنا هو أن نحن نخاطب شرفاء قوات الشعب المسلحة. هؤلاء الإعلاميين وأبواغهم من فلول النظام السابق يحاولون يعني يحيدون عن الحقائق ومدغدغة مشاعر الناس. الذي يتحدث الآن ويتحدث عن مأساة الجنينة، نحن أبناء الجنينة ونحن أدرى بما حصل في الجنينة. كل هذا الكلام يعني تحصيل حاصل ولا يخدم الحقيقة بشيء. ما حصل في الجنينة هو قتل من قبل قوات الجيش
واستخدام استخباراتهم هم الذين قتلوا هؤلاء المواطنين. أما عملية الدفن الجماعي أيضا تم دفنهم باتفاق وبآلية وبلجنة تم تحديدها من قبل نائب الوالي ومن العمد. أنا بس كما ذكرت يا أستاذ عمران، أستاذ عمران نحن كما ذكرت لا يمكن أن نتحقق من أمر بهذا الضخامة، بهذه الضخامة أو بهذا الحجم خلال وجودنا على الهواء. الاتهامات بالمناسبة مباشرة من جهات دولية، حتى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أشار إلى هذه المقابر وألمح إلى مسؤولية الدعم السريع عنها، لكن أدرك جيدا أنكم تنفون هذا الأمر بالمجمل. خلينا نركز أكثر أرجوك على قمة القاهرة وفرص إنجاحها لفكرة وقف الصراع من عدمه. عبد الناصر معي من الجزيرة تحديدا. عبد الناصر أهلا وسهلا. وفقا للصورة الميدانية وأنت تتحدث لنا من السودان، هل تتفائل بنتيجة جيدة إيجابية لقمة القاهرة؟ عبد الناصر اوكي عبد الناصر انت معي؟ عبد الناصر اوكي طيب حتى يعود عبد الناصر اتحول الى زوم. الفاتح معي على زوم. فاتح اهلا وسهلا. بعد متابعه القمه هل تتفائل بفرص نجاح لها اكثر من سابقاتها؟ شكرا استاذ محمد. شكرا استاذ عبد الحميد على الاضافه وشكرا لاهتمامكم المتواصل بالشان السوداني. انا لست متفائل كثير بقمه دول الجوار في القاهره لاسباب متعدده، منها انها يعني مثلا القمه ما لم تاتي بجديد غير تكوين فقط اليه وزاريه لمتابعه الاوضاع في السودان. يعني مقارنه مثلا بقمه الايجاد، مقارنه بالمفاوضات اللي اصلا كانت شغاله او الاعلان بتاع جده واللي هو نجح كان لحد لدرجه نسبيه في انه يخلق نوع من الهدن ونوع من المعلومات او نوع من الوضع الميداني المباشر في هدنه وفي ممرات تحديد ممرات او مسارات انسانيه لتوصيل المساعدات، بالاضافه لاليات مباشره لمراقبه الهدن. فما لم تاتي بجديد قمه القاهره، والدليل على ذلك اليوم الصباح، يعني نحن كلنا يعني من الصباح لغايه وسط النهار نحن يعني شفنا قدر كم كان تجددت الاشتباكات وبشكل اعنف في منطقه بحري، في المنطقه بتاعت منطقه شارع الانغاز في 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 في, في بحري. المرتبط بايقاف الصراع اللي بدا من يوم 15 ابريل في السودان هو القناعه، قناعه اطراف الصراع في نفسهم في انهم يعني يوقفوا الحرب. يعني دي نقطه اساسيه استاذ عبد الحميد. هذا مفهوم، لكن بالنسبه للبعض احيانا هذا يتطلب احيانا اغراءات واحيانا تلويح بعقوبات ربما او اوراق ضغط. البعض قال انه لان هذه القمه كان فيها الدول السبع الكبار من دول الجوار كانت معنيه بالمشاركه، الا يمكن ان يحفظ ذلك فكره المغريات واوراق العقاب ايضا؟ يعني المشكله المرتبطه بالدبلوماسيه السودانيه واللي هي حاليا منخرطه في الحرب في السودان، انهم يعني مثلا السودان في فتره بتاعت ال 30 سنه قبل ثوره 2018 كان يعني تحت الحصار وتحت التعنت الدبلوماسي. يعني حتى الدبلوماسيه كانت منفصله عن الواقع وكان مرتبطه ب، يعني احنا كلنا سمعنا كان في فتره عمر البشير قدر كم كان بيقول امريكا فتحت جزمتي وروسيا فتحت جزمتي والعالم كله تحت جزمتي. يعني نحن الناس المرتبطين او الخايضين الدبلوماسيه السودانيه هم ما بالضروره بيفكروا او بنفس الطريقه اللي نحن الناس اللي بنعتبر نفسنا طبيعيين بنفكر بها، فبالتالي ما حيكون عندها تاثير كبير. يعني هم كونه يتم امريكا فرضت عقوبات يعني قبل يومين، بريطانيا حتى زادت العقوبات من قبل يومين لجزء من الشركات المرتبطه بالجيش ومرتبطه بالدعم السريع ومرتبطه بالافراد المؤثرين جوا طرفين الصراع، الا انه
هم بالنسبه لهم انه كله ده كله مهب الريح، اضافه للوضع الانساني. يعني مثلا اخر احصاءات طلعت من منظمه الهجره الدوليه، يعني قرابه الثلاثه اكثر من 3 مليون مواطن سوداني نزح او لجأ، يعني يا داخليا يا خارجيا لدول. بس القمه في هذه النقطه بالذات قامت بصياغتها بشكل مباشر، فكره الحرص على توفير ممرات امنه لتوصيل المساعدات، لا أعلم أليس ذلك كافيا؟ ما هو هذه الدول لا تستطيع أن ترغم أطراف الصراع على أن يلتزموا إن لم يكونوا هم أنفسهم ملتزمين. بالضبط، أنا نفس الفكرة يا أستاذ عبد الحميد. هم يعني هو يعني ليه أصلا الصراع؟ ليه أصلا يعني ما كان في اتفاق سياسي، كان في آليات حوار سياسي، كان في حوار مدني في الخرطوم بيجري، الناس بالإمكان إنهم يختلفوا يتفقوا، إلا إنه يحزموا أو يحسموا هذا الصراع بطريقة مدنية، بطريقة فيها الحوار، فيها لغة الحوار. يعني أعتقد أنه كما يقال بالإنجليزية too late الآن، لأنه الحرب للأسف اندلعت بهذا الشكل ولا أحد يستطيع أن يوقفها إلى الآن، على الأقل رغم كل الجهود الموجودة. يا فاتح، خليني أسمع عبد الناصر مرة أخرى، يبدو أنه عاد. أتمنى أن يكون الصوت واضح يا عبد الناصر الآن، وتفضل اطرح وجهة نظرك. عبد الناصر، عبد الناصر أنت معي؟ طيب، حتى يعود عبد الناصر، إنه واضح أنه عنده مشاكل كبيرة في الاتصال. أعود إلى حضرتك أستاذ عمران مرة أخرى، ونقطة الآلية الوزارية على وجه التحديد، لأن البعض رأى أنها يمكن أن تكون مدخل فعلا لتحقيق خطوة إيجابية من هذا اللقاء، خاصة ما يتعلق بالشق الإنساني والممرات الآمنة لتوصيل المساعدات. ما الذي يمكن أن يضمن تطبيق لهذه النقطة تعتقد من الجانبين، يعني دون فقط إكال الاتهامات للطرف الآخر بعدم الالتزام؟ يعني هم عليهم مسؤوليات، وأعتقد أن الدعم السريع أيضا عليه مسؤوليات كذلك. أنا لو كنت معك أكثر صراحة، بالنسبة لي يا أخي قمة القاهرة واختلافها من القمم الآخر الأخرى فقط اختلاف المكان والزمان واختلاف الشخصيات، لم تأتي بجديد. أما بالنسبة لهؤلاء الوزراء الذين تتحدث عنهم، كيف يمكنهم وزراء؟ لأن القمة لم تحدد الآلية التي يدخل بها هؤلاء الوزراء. القمم اللي زي الإيجاد من قبل أو جدة، حتى عندما وضعت الهدنة وأمنت وضع التأمين وآليات محكمة في أن يأتي مثلا الصليب الأحمر ليطلع على الجرحى ويستلمهم، لم يلتزم الطرف الآخر بالمحافظة عليه واعتدى عليهم. إذن كيف بهؤلاء الوزراء؟ هل يأتون في أرض الواقع يأمنون الشارع، يأمنون الطرقات؟ طيب، هو يعني كلاهما لم تلتزم كما ذكرت يا أستاذ عمران، لأن في اتهامات متبادلة ما بين الطرفين. الجيش أيضا يتهم الدعم السريع بالدخول إلى البيوت وبقتل المواطنين وبنهب المنازل، فمرة أخرى هذه الاتهامات متبادلة. لذلك أريد أن أذهب بحديثنا الحديث عن الشق العملي ما بعد قمة القاهرة، وربما فكرة حديث الرئيس المصري على أن هذه الأزمة تتطلب معالجة من الجذور وحل سياسي شامل. هل هذا هو المستقبل؟ هل هذا هو التالي ما بعد قمة القاهرة؟ هذا ما نرجوه نحن، وهذا ما دعونا له من اليوم الأول. وقبل هذا لا بد من أن تكون هنالك صدق نوايا. هذه المشكلة السودانية لا بد من أن تكون هنالك آلية سودانية، أي الخارج قد يساعد لكنه لا يستطيع تذليل هذه المشكلة. وكل هذه الحل أنا لا تسميها اتهامات، لكن الأمر بيد الشرفاء من قوات الشعب المسلحة. الآن هنالك عناصر جدد دخلوا في هذه الحرب، وهم الذين أشعلوا هذه الحرب، وهم الذين يراهنون على استمراريتها، لأن حتى النقاش الحوار السياسي هو يبعد هؤلاء أو فنون النظام السابق من المشهد السياسي، فبالتالي هم أشعلوا هذه الحرب لكي يعودوا. وكل الدلائل واضحة، السودانيين يعرفونها والخارج يعرفها، طيلة شهر رمضان المبارك هم يدعون لهذه الحرب وتزكيتها، يعيدون لها، الآن قتلاهم في الشوارع. إذن الحل الفعلي أن يقف الشعب السوداني كله مع ثورة ديسمبر المجيدة ويقف ضد هؤلاء الفلول. لقد قال هذا من قبل السيد محمد حمدان دوغلو القائد الأعلى لقوات الدعم السريع، أن الثورة السودانية لم يحصل فيها شيء سوى البشير ذهب إلى السجن. إذن كل منظومته متواجدة في الخارج، والآن طفوا على السطح
فهم الآن يفعلون كل هذه الأفعال، سواء كان في غرب السودان، في الجنينة، في القرطوم، القتل الذبح، كل هذه المجازر يقومون بها. وأهلا أحيانا هذه صفاتهم، هذه سماتهم. طيب أنا أشكرك يا أستاذ عمران مرة أخرى. هي كما ذكرت اتهامات متبادلة ما بين الجانبين، أبينا عندما تحدث لحضرتك تقول هذه الاتهامات، وعندما تحدث للطرف الآخر يكررها تقريبا، لكن بالنسبة يوجهها للدعم السريع. شكرا جزيلا السيد عمران عبد الله، عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع، كان معي عبر زوم من هنا من لندن. قبل أن أستكمل الحديث المباشر، أريد أن أتوقف مع بعض الآراء حول القمة ومدى قدرتها على تغيير الواقع على الأرض. وصلتنا بالفعل آراء، ومنها رأي يمنى التي تقول الوضع في السودان سيء جدا، لذلك نأمل جميعا أن تنجح مخرجات القمة في وقف هذه الحرب. في المقابل الفاتح لا يبدو متفائلا أبدا للأسف، ويغرد أن قمة القاهرة مثلها مثل القمم العربية، تناشد وتندد ولا تفعل شيئا على الأرض. أما ود الجنوب فيربط نجاح مخرجات القمة بشرط، هو يرى أنه نجاح أي مساعي لحل الأزمة يتوقف على مدى جاهزية الأطراف الفاعلة لقبول مخرجات المبادرات فعلا لا قولا. أما عبد العزيز فهو ينتقد بشدة البيان الختامي للقمة، ويرى أنها انتهت ببيان كارثي، عريضة إنشائية من عبارات يصفها عبد العزيز بالبلاستيكية، تصف ما يشبه الحرب الأهلية، وجملة جرائم ضد الإنسانية بأنها شأن داخلي. ما زالت الفرصة متاحة أمامكم كي ترسلوا لنا آراء مختلفة على وسائل عدة أونلاين لنقطة حوار، ونلتزم بنشر كل هذه الآراء التي سترد إلينا. بخيت معي على زوم، أريد أن أستعرض وجهة نظره أيضا. يا بخيت أهلا وسهلا، مبادرات كثيرة مطروحة الآن لحل الأزمة للأسف تتعثر، لكن قمة القاهرة البعض يقول إنها ربما تنجح في ما فشل فيه بقية المبادرات، هل تشارك هؤلاء هذا الرأي؟ أهلا وسهلا فيك دكتور أستاذ عبدالحميد، وأهلا بضيوفك الكرام. أنا آسف جدا إذا في مشكلة تقنية في الزوم، ولكن أحاول أوصل رسالتي حسب النظرية بتاعتي. فقمة القاهرة، قبل قمة القاهرة أستاذ عبدالحميد، عشان هناك قمة أخرى أنعقدت في جدة بولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، ثم بالأمس في الأسبوع الماضي هناك قمة في قمة الإيقاف، القمة الأفريقية، وكان هدف من قمة الإيقاف هي وقف الفوري لإطلاق النار، وأيضا فتح الممرات الإنسانية آمن. كان كلام موضوعي جدا، بينما رفضت الحكومة السودانية برئاسة الرئيس الكيني ويليام وتسريعاتها، كما صرح حكومة الكينية بأنها أولا إسراء تدخل خارجي، وأيضا وقف الغصب عند إيران وغيرها، بينما صرح حكومة السودانية بأنها تدخل في الشؤون السودانية مباشرة، وهذا هي تمس الكرامة بالجيش وبالدولة وبالسيادة. بينما وفد دعم سريع حضر تلك الاجتماع، وايضا القوى السياسيه المدنيه، ولكن لم يجي شيء. انا اخشى ما اخشاه المراقبون، ان القمم التي تنعقد والتي انعقدت وما زال يريد ان يوقف في عندنا كلها قمم لا يجي بالنتيجه، لانها هذه الصراع في واحده من المحللين السياسيين روما الراحل الدكتور عبد الله الترابي كان صرها انه السوداني يعود قابل للتقسيمات، تقسيم السوداني الى دويلات. وهذا هو كان بواحد يعني من المخاوف الاساسيه، اتصور فكره يعني خطر التقسيم او حتى خطر الحرب الاهليه لا قدر الله ان هي تندلع على مستوى قبلي الان، رغم ان البعض يقول اننا اقتربنا جدا من هذه النقطه، لكن ما زالت هناك مبادرات كثيره تطرح الان على الطاوله. هل تختلف مبادره القاهره؟ في ماذا تختلف عن سابقتها؟ من لندن عبر سكايب ارحب بالاستاذه حياه عبد الملك الاكاديميه والناشطه السياسيه. استاذه حياه اهلا وسهلا بحضرتك، هل تختلف قمه القاهره في شيء؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله، لك التحية وتقدير والتقدير ولكل المشاهدين والمشاركين معك عبر الزوم. أنا في اعتقادي أن هذه القمة تختلف جدا، وأنا يعني حقيقة أصدرت بيان أنا بالنسبة لي بيان جميل، ويختلف عن كل المحاولات التي كانت تريد أن تفرض على السودان آلية خارجية وتدخل مباشر في شؤون السودان. قمة القاهرة احترمت سيادة السودان، سيادة السودان ومؤسسات السودان، والتحية لجمهورية مصر التي جمعت دول الجوار، وقطعا هذه الحرب مؤثرة على كل دول الجوار، وسواء كان بالذين لجأوا إليها، سواء كان بكثير من الأشياء التي توقفت التي كانت تدفق إلى هذه الدول. أنا أفتكر أن هذه القمة كانت هي قمة محترمة، قمة يعني ما قامت به يختلف تماما، ويكفي أنه مثلت بقمة رئاسة الدولة السودانية ومثل في قائد قوات بس الشعب. هو فكرة المسلح. عدم الفرض هذه يا أستاذة حياة، وإن تبدو من بعيد جيدة، لكن يمكن أن يكون في ثناياها فشل لفعالية القمة، لأن إذا وصل الطرفان إلى هذا الحد من عنف المواجهات، أحيانا فرض أمر واقع عليهما يدفعهم للالتزام. ضيفي السابق لحضرتك كان يقول لا توجد آلية ملزمة الآن لما خرجت به قمة القاهرة، وبالتالي يمكن ألا يتحقق شيء أصلا. هذا شأن داخلي، لماذا لم يتم ذلك في أثيوبيا؟ نحن ما استغربت له إن قمة الإيجاد بي أحمد الذي رفض كل الوساطة واعتبر ما يجري بينه وبين التجراي أمر داخلي، وقام بحسمه عسكريا وإعادة البلاد السلام إلى البلاد، يريد أن يفرض حظر طيران. هذه الحرب هي فرضت على القوات المسلحة وعليها أن تقود. أنا بالنسبة لي هذه الحرب ليست حرب تمرد فقط، إنما حرب إقليمية. نحن عندنا إقليم كامل جيوش مرتزقة تريد أن تقتلع الدولة، تريد أن هو استعمار استيطان، وما قضينا عليه مع من نتفق. طب بس ده أدعى إن هو ليس شأن داخلي فقط، والأمر بحاجة إلى بعض الضغوطات كي يتم الالتزام ما بين هذه الأطراف لإيقاف الحرب. الضغوطات الآن بعد 90 يوم، بعد ما دمرت مقدراتنا، بعد ما ارتكبت هذه الميليشيات الفضائح في السودان، بعد ما فعلت ما فعلت، والآن الجيش ينتصر عليها، تأتي الضغوطات. لماذا؟ لصالح من؟ لصالح هذه القوات المتمردة؟ لصالح الجنجويد؟ الجنجويد عندما احتشدت كانت برعاية كاملة من دول إقليمية ومن دول عالمية، وكانت تعرف تماما الجنجويد هم من بادروا ومن تحركوا إلى مروي، ومن ضربوا القيادة، ومن احتلوا المناطق الاستراتيجية، ومن فعلوا وفعلوا وفعلوا. ولما كان يوسف عزت يزور الدول ويجول بها ويتحدث عن سيطرتهم مع 95%، كنا نرى الفرحة في كثير من وجوه السياسيين في الدول الأخرى. لماذا لم يتحركوا؟ لماذا الآن المساعدات الإنسانية؟ الشعب السوداني فقد بيوته وفقد مقدراته ولجأ إلى أهله في الأقاليم، والأقاليم رغم فقرها وغيرها احتوت واستقبلتهم. لم نرى إغاثات، لم نرى مساعدات إنسانية دخلت علينا، لم نرى أي دولة من هذه الدول وقفت مع الشعب السوداني. الآن بعد 90 يوم والجيش على مشارف الانتصار، لن نقبل بأي تدخل وبأي ضغوطات. طيب تذهب إلى نهايتها وتقوم هذه القوات المتمردة التي بس بالتوازي. أستاذة حياة، إذا كنت حضرتك تثمني مخرجات قمة القاهرة، كيف سنتحرك نحو المستقبل الآن، بما أنه القمة لديها مخرجات بعينها تبدو جيدة، مثل فكرة ماشي نتفق على فكرة حماية وصيانة سيادة السودان طبعا واحترامها، لكن أيضا هي تقترح حوار شامل ما بين هذه الأطراف المختلفة، تقترح آلية معينة للسماح بإيصال المساعدات وإيقاف القتال، كل ذلك كيف سيتحقق؟ نحن القتال على مشارف أن يقف، سيقف بهزيمة الجنجويد بإذن الله سبحانه وتعالى. أما المساعدات فعندما تستقر البلاد ستصل، إن كانت هنالك دولة تريد المساعدات. أنا ما سمعته من هذه الدول أنها تريد المساعدات لدولها
باعتبار أنها أوت السودانيين وليست لأن تصل المساعدات إلى السودان. كلها تحتاج إلى هذه المساعدات، وناشدت المجتمع الدولي أن تساعدها في استيعاب. نحن نريد للشعب السوداني أن يعود إلى أرضه ويعمل على إعماره مرة أخرى. أما الآن أن تأتي ضغوطات فقط عن هذه ليس لصالح الدولة السودانية ولا لصالح القوات المسلحة التي تحملت الكثير في غضون 3 أشهر، أو الشعب السوداني الذي عانى ما عانى كل أنواع الجرائم الحرب ارتكبت في حقه، نهبت بيوته، اغتصبت حرائره، أحرقت بنوكه وأسواقه، وفعل هؤلاء ارتكبوا كل جرائم الحرب تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي. الآن بعد 3 أشهر أن يتدخلوا بعقوبات، والله هذا ما نرفضه نحن، وإن كان حصل في هذه القمة كنا سنرفض كما رفضنا ما أخرجته الإيجاد التي حاولت أن تعمل لصالح الجنجويد، لأن الرئيس الكيني والرئيس الأثيوبي هما مستفيدين. أنا لا أسأل حضرتك على 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 إيجاد الآن، أنا أسأل حضرتك على قمة القاهرة اللي أيضا خرجت ببعض المخرجات القريبة من إيجاد، كيف سنطبقها؟ يعني حضرتك ترى أن القمة مخرجاتها جيدة؟ آلية لوزراء سيجتمعوا سيروا، هم وزراء يعرفون كيف يدخلوا وماذا سيفعلوا، وزراء خارجية دبلوماسيين ولم تتدخل في الشؤون، احترمت سيادة الدولة، احترمت القوات المسلحة، احترمت المؤسسات، احترمت وحدة الدولة وجعلت ما يجري شأن داخلي. هذه قوات ميليشيات كانت تتبع للجيش وتمردت، وأعلن قائدها في اليوم الأول أنه يريد أن يختال قائد الجيش والقيادة ويسيطر على البلاد ويفرض على البلاد ما يشاء، وهو يفرض عليه الإطاري الذي لم يصنعه ولا يعرف عنه شيء، إنما وكيل يحارب بالوكالة من أجل قوى أخرى صنعت الإطاري أو غيرها أو غيرها. الآن الرئيس المصري يقول إن هذه الأزمة خلال القمة طبعا، إن هذه الأزمة تتطلب معالجة الجذور عبر حل سياسي شامل، هل هناك فرصة لحل سياسي ما بين الطرفين بعد أن وصلنا إلى هذه النقطة؟ الطرفين، من هو الطرف الآخر؟ من هو الطرف الآخر؟ الذي تمرد؟ الذي ارتكب الفضائح؟ أي حل يريده هذا الطرف؟ إن كان هو حريص على الدولة لما دمر الدولة؟ إن كان حريصا على الدولة لما تمرد؟ ما هو كان شخص ثاني في الدولة، كان صاحب سيادة وقيادة ورصة ومنصة، لماذا تمرد؟ لماذا حشد جيوشه؟ لماذا هاجم؟ مع من؟ هو كان في إمكانه أن يتوافق ويعمل على الحل السياسي لأنه كان في قمة الدولة. ما تريد بعد الآن بعد ما فعل ما فعل بالدولة، ما هو المطلوب منا أن نتفق معه؟ على ماذا نتفق معه؟ وبالتالي حضرتك تصعبي كثيرا هذا الحل أو فكرة اللجوء إلى تسوية أو حل سياسي، رغم أن هي واحد من النقاط اللي طرحت خلال القمة. لا أعلم بعد حديث حضرتك مدى واقعية أن يتحقق ذلك، لكن أنا بشكر حضرتك الأستاذة حياة عبد الملك الأكاديمية والناشطة السياسية، كانت معي عبر سكايب من هنا من لندن. وخليني أسأل طارق على ذات النقطة هنا، فكرة إمكانية الوصول إلى معالجة شاملة لجذور المشكلة عبر حل سياسي شامل كما قيل في بيان القمة، هل هذا وارد بعد أن وصل الأمر إلى هذا الكم من الصراع والمواجهات ما بين الجانبين؟ في الحقيقة هو ما أمر غازي، يعني ما حاجة صعبة جدا، لكن في اشترط القوات المسلحة، حتى مجلس السيادة السوداني أخرج بيان ترحيب بقمة دول الجوار السودانية، وتحدث مجلس السيادة السوداني عن ترحيبه بالمخرجات وعن ترحيبه بما اتفق عليه جيران السودان وعن ترحيبه بما نص عليه بمسمى مثلا الحوار السوداني السوداني، وذلك نتيجة طبيعية حقيقة، لأن جيران السودان اتفقوا أولا على احترام سيادة الدولة السودانية، واتفقوا على نقطة مهمة وجوهرية أنهم يحترمون مؤسسات الدولة السودانية، مؤسسات الدولة السودانية القائمة، ويرفضون تفكيكها. هنا اختلف المشروعان، مشروع جيران برعاية القاهرة الشقيقة
ومشروع الإيجاد في أثيوبيا الذي كان يريد أن يفكك مؤسسات الدولة السودانية. طيب الفرق واضح وعلى وجهة نظر حضرتك يا أستاذ طارق. خليني أسأل الفاتح، أين المكون المدني من كل ذلك؟ فاتح تعتقد فاتح أين المكون المدني تعتقد؟ طبعا أي وضع عام في أي دولة وصل مرحلة الحرب خلاص بتتفكك، أو لحد ما بيغيب صوت العقل والاستماع والحوار المدني المرتبط بالأحزاب والنقابات والشباب وكده. إلا إنه السودانيين معظمهم اللي هم خرجوا من 2018 للثورة وهم أول ناس قالوا الجنجويت تتحل والعسكر للسكنات. يعني السودانيين في مجمل حراكهم المدني اللي امتد الآن لأربع سنوات أو أكثر كانوا رافضين تماماً لأي عملية بتاعت حوار عسكري عنيف. يا أخي الحاصل اليوم في الخرطوم أو في معظم مدن السودان زي نيالة والفاشر، نيالة والجنينة وجزء من المناطق والخرطوم بالتحديد والأبيض، السودانيين عايشوه من عشرينات السنين. صحيح الناس الموجودين في الخرطوم يعني جديد اليوم، النهب والسلب والمواجهات العنيفة المباشرة جديدة بالنسبة لهم، لكن للناس الموجودين في دارفور، في النيل الأزرق، في جنوب كردفان، في كل المناطق دي الحرب كان جزء من 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 من, من اليوم بتاعهم، من الحاجات اليومية بتاعتهم لفترة بتاع عشرينات السنين. عشان كده الحراك المدني الثوري السوداني في 2018 بمجرد ما مرك قال العسكر للسكنات والجنجويت ينحل. طيب بس يعني هو ما تقوله يا فاتح ربما أدعى أن احنا نعتقد أن فكرة الوصول إلى حل سياسي قد يبدو صعب جدا ما بين الطرفين الآن، بما أن هذه المواجهات تعود إلى كل هذه السنوات. عموما خليني أخذ صورة ميدانية من الأرض. جدو أحمد معي من أم درمان على وجه التحديد، أهلا بك عزيزي. وبعد قمة القاهرة هل تعتقد أن يمكن أن نحقق تسوية الآن؟ هل يمكن التعويل على هذه القمة مستقبلا كي يأتي عبرها حل الأزمة؟ وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك وليوسف الكرام. تسمعني؟ جد أحمد أنا سمعك، تفضل. الظاهرة مخرجات غمة الظاهرة كمخرجات غمة جدة في البلدان كل الغمة ورأي الشخصي أنا على الصوت لفرع السودان للخروج من الحاجة العظيمة التي تمر بها البلاد. تعرف السودانيين أن يقوموا بالحلول الداخلية وحدهم. طيب جدو أحمد أنا أعتذر ليك لأنه للأسف الخط شديد السوء. أنا مقدر طبعا أنه وسائل التواصل مع السودان صعبة جدا خلال الفترة الماضية، لكن بالكاد أستطيع أن أفسر ما تقول يا عزيزي. حاول الاتصال من خط أفضل ربما كي نسمع وجهة نظر حضرتك، لكن خليني أرحب بضيفتي كذلك عبر الأقمار الصناعية من القاهرة، الأستاذة صباح موسى الصحفية بجريدة السوداني والباحثة في الشأن الإفريقي. أستاذة صباح أهلا وسهلا بحضرتك. منذ البداية كان هناك نوع من الحذر ربما لدى الدولة المصرية فكرة الانخراط في هذه القضية، خاصة مع وجود اتهامات أن مصر تميل إلى جانب على حساب جانب آخر. ما الذي دفع مصر أن تتخلى عن حذرها وترعى هذه القمة، وماذا استفادت من ذلك؟ في البداية تحياتي لك أستاذ محمد وتحياتي لضيوفك وللسادة المشاهدين. لو انطلقنا من فكرة أن مصر كانت حذرة، مصر لم تكن حذرة. ما رأيته بالأمس لم يكن يعني وليد لحظة، من بالأمس كان نتاج عملية تحركات كبيرة من الجانب المصري للجلوس إلى قمة بهذه الدرجة وهذا المستوى. بالتأكيد القاهرة انخرطت في الملف منذ اندلاعي من البداية من الاشتباكات، ولكن القاهرة تعلم جيدا حساسية الوضع في السودان وحساسية الملف في السوداني. البعض يرى أن هناك أخطاء في المبادرات الأخرى
وأنا أرى أيضا أن مصر حاولت تلافي هذه الأخطاء لفهمها للملف السوداني، لم تكن حذرة بقدر ما كانت تستعد جيدا لضرب بداية جيدة. لا أعتقد أن الموضوع من السهولة، ولا نتصور أن يعني قمة الأمس هي قد نجحت ببدايتها. التفسير للمبادرة المصرية لابد من التوضيح، هي عملية بروسيس يعني بالأمس كان هناك اجتماع لقمة دول الإيجاد السبعة. القمة خرجت دعني أسميه إعلان مبادئ، يعني إطار، إعلان إطاري لكيفية التحرك في الأزمة السودانية. الآلية هناك آلية وزارية سوف تجتمع في تشاد قريبا، هذه الآلية هي التي ستخرج بخارطة الطريق لكيفية الأزمة. سمعت مستشار الدعم السريع يتحدث إليك ويقول لماذا لم تعلن القاهرة هدنة؟ أعلننا هدى من قبل ولم تنفذ على أرض الواقع، وبالتالي فكرة الهدنة لابد من دراستها جيدا. حتى تنجح الهدن لابد من تحديد مسارات قبل تأمين المسارات، بمعنى تحديد شوارع في الخرطوم، مسارات معينة تنتقل منها الإغاثات إلى المواطنين ومن ثم تأمينها. هذه عملية ليست مجرد قرارات كما رأينا مثلا في يعني ما أفشل أو جمد المبادرة الأمريكية السعودية، أن آليتها لم تكن يعني فاعلة على الأرض. بالمقابل هناك رأي آخر الآن يا أستاذة صباح، كما قالت ضيفتي منذ قليل، إن فكرة التدخل بهذه الطريقة ربما يضعف الدولة أو يضعف الجيش مثلا. الآن هي كانت تنتقد بشدة أن الأطراف الدولية انتظرت كثيرا وطويلا حتى صار الجيش قريب من تحقيق النصر، لا أعلم طبعا إذا كان هذا دقيق ولا لا، لكن هذا هي ما قالته هي. والآن هي تريد أن تتدخل بهذه الطريقة بشكل قد يضعف الدولة. يعني فكرة العقاب والتلويح بالعقاب في السودان هذه فكرة أثبتت فشلها ليس الآن ولكن قبل ذلك. لابد من أن التجاوب مع السودان. عملية أنه سمعت ضيفتك وهي تتحدث عن أنهم لماذا يتدخلون الآن لإنقاذ الدعم السريع مثلا، لكن قد تكون هناك بعض المبادرات أو بعض الدول التي شاركت في بعض المبادرات تريد بالفعل إنقاذ الدعم السريع، لأنه أوضاعه على الأرض قد تكون ضعيفة شيئا ما وفق يعني شهود العيان. لكن عملية التدخل لابد أن تكون التدخل بفهم للملف السوداني. أكثر الدول التي تفهم السودان هي دول جوار السودان التي تتأثر وتؤثر في السودان، وبالتالي مخرجات القاهرة دعنا لا نسميها نجاح 100%، قد ستخفق أحيانا، قد ستنجح أحيانا، لأن الملف صعب جدا ومعقد جدا. دعنا ننتظر مخرجات أول اجتماع لوزراء خارجية دول جوار السودان في تشاد. هذا الاجتماع هو الذي سيخرج لنا خارطة لكي نعلم إلى أي مدى ستسير هذه المبادرة. بس ما الذي تتوقعيه أنت يا أستاذة صباح؟ بدايتها يعني سواء كيف يمكن أن تكون أو شكل هذه الخريطة، خريطة الطريق، وحتى إذا كان فكرة العقوبات فكرة ليست جيدة، لكن أوراق الضغط أحيانا بتكون فكرة مفيدة كي نضمن تحقيق نتائج على الأرض. أوراق الضغط ليس محلها في البداية، ليس محلها الآن، لا نستعجلها أبدا في السودان. بمعنى أننا أتوقع من اجتماع وزراء الخارجية خارطة طريق لكيفية التعامل، هناك إشارة للتواصل مع الطرفين، تواصل مباشر مع الطرفين. هل سيتم هذا التواصل في الخرطوم؟ هل في إحدى العواصم من دول الجوار؟ التواصل المباشر والوصول إلى نقاط محددة قد يحدث اختراقا في الأزمة بالتأكيد. في تقديري وجود آلية للرقابة فاعلة، ليست آلية كما أفرزتها المبادرة الأمريكية السعودية. أيضا تحديد المسارات قبل، لو افترضنا أن المبادرة المصرية أفرزت ثلاث يعني آليات أو ثلاث بنود، إنساني، عسكري، سياسي في الأخير. إنساني لابد من الوصول إلى المساعدات إلى المواطنين، وهذه أهم شيء لأن المواطنين أكثر المتضررين من الحرب، فلابد من تحديد مسارات وتأمينها. وعندما نخلص من هذا الملف بهدى ناجحة لم يتم فيها اختراق، يكون هناك على الأقل لو وصلنا إلى هدنة ناجحة
سيكون هناك على الأقل ثقة قد تبادلت بين الطرفين حتى ننتقل إلى عملية تفاوض عسكري لوقف إطلاق النار. أما من ناحية الشق السياسي، ودائما الجميع يقحم المسألة السياسية في بداية الأزمة، ليس للشق السياسي في تقدير أي مجال في هذا التوقيت، لابد أن يؤجل حتى أصل إلى الناس وأصل إلى المتضررين، ومن ثم أجلس الطرفين لتفاوض عسكري يرتضيان فيه إلى حلول مرضية، وبعد ذلك نتوجه إلى الشق السياسي. في تقدير ما حدث في الإيجاد واستعجال القوى السياسية والسفر إلى أديس أبابا لإعلان أن لا بد من إقحام الشق السياسي في هذه المرحلة، هو يفشل. نحن الآن بصدد مرحلة إنسانية بحتة، لا بد أن أولا من تأمين حياة الناس في هذه الفترة. أعتقد في تقديري سيكون هناك يعني تبادل للثقة بين الطرفين العسكريين، ومن ثم من الممكن أن نجعلهما يجلسا على طاولة واحدة بشكل مباشر لمفاوضات تفضي إلى حل عسكري أولا. بعدما تهدأ الأمور وتتهيأ الساحة لوجود مناقشات سياسية نفعل ذلك، فلا بد من تحديد الأمور على الأرض، إنساني عسكري سياسي. هذا أعتقد أنه من الممكن أن تكون هذه هي خريطة الطريق المصرية. لا نستعجل العقاب أبدا، لابد أن ندع في أذهاننا أن المشكلة السودانية معقدة، ليس فشلت هدنة الولايات المتحدة تلوح بعقوبات، ليس بهذه الطريقة أبدا. نستدرك أخطاء المبادرات السابقة، لابد أن يكون هناك، ينبغي أن يكون هناك تكامل لكل المبادرات، حتى لا يكون هناك أطراف معادية. يعني هناك من يشجع الإيجاد فيسقط إعلاميا على المبادرة، مبادرة يعني فكرة أن المبادرة لا تنفي الأخرى، ولكنه التكامل ما بين هذه المبادرات بالمجمل. يا أستاذ صباح، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا أستاذ صباح على التواجد معنا. أستاذ صباح موسى، الصحفية في جريدة السوداني والمتخصصة في شأن الأفريقي، شكرا جزيلا، كانت معي من القاهرة. جزيل الشكر لكل من شارك أونلاين أو حتى على زوم. تحياتي أنا محمد عبد الحميد، إلى اللقاء.